مشروع جدار صور نحط للشهداء موجودين في القضاء تذكرة بأنه هاي المدينة ضحت وأعطت هؤلاء الشهداء للدفاع عن المدينة حتى تبقى المدينة صامتة. هذا الجدار بطول 150 متر بارتفاع مترين، استمر العمل به تقريبا 3 أشهر حتى أكمل وأنجز. هذا الجدار يعني الفخر لناحية بروانة ولأهلها ولعشائرها، حيث أن صور هذه الشهداء هو دليل على أن هذه المنطقة في يوم من الأيام سوف تذكر الأجيال القادمة بأنه أهالي المنطقة ضحوا وقاتلوا ودافعوا عن مدينتهم وعن أرضهم وعن شرفهم. أكيد لما يكون اليوم إحنا كل من ننظر للماضي أكيد يمنحنا قوة. اليوم من ينظر أبناء هذه المدينة إلى من ضحوا قبلهم من شهداء هذه المدينة.